الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال في رجب: أستغفر الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 100 مرة، وختمها بالصدقة، ختم الله له بالرحمة والمغفرة. ومن قالها 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في رجب لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة، وبنى الله له 100 مدينة في الجنة. في الحديث: من استغفر الله في رجب 70 مرة بالغداة و70 مرة بالعشي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فإذا بلغ تمام 70 مرة رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي وتب علي، فإن مات في رجب مات مرضيا عنه، ولا تمسه النار ببركة رجب. أن يستغفر في هذا الشهر 1000 مرة قائلا: أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام، ليغفر له الله الرحيم.